وصفتنا النهاردة لذيذة وسريعة جدا، سلمون مدخن بالثوم والليمون. على ورق فويل هنحط شرائح السلمون المدخن وعليهم فلفل اسود وفصين ثوم مفرومين ورشة زيت زيتون وعليهم شرائح الليمون ورشة بصل أخضر شرائح ونغطي السلمون وندخلها الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 10 دقائق وكده أنا خلصت. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.